يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الاحتفال بعيد الأم وإحضار هدية لها؟ لأن بعض الناس لما أقول إن هذا ممنوع يقولون لا تتشدد. هذا من أعمال الكفار، والأم مش ينفعها العيد، ما ينفع شيء، ينفعها البر والإحسان إليها والدعاء لها، هذا اللي ينفعها. أما الاحتفال بعيدها هذا ما ينفعها، وهو محرم لأنه تشبه بالكفار، لأنهم ما يعرفون أمهاتهم إلا يوم العيد. المسلم يعرف أمه كل لحظة وكل يوم، حية وميتة، يعرفها ويذكرها ويدعو لها. أما هم ما يعرفون أمهاتهم إلا هالعيد اللي هم جاعلين. نعم.